أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: نريد توجيها من فضيلتكم لأولئك الذين يشجعون الفرق الرياضية من بلاد الكفر حتى إنهم يحزنون لخسارتهم ويبتهجون لفوزهم، هل حتى وصل الحد إلى بعضهم إلى هجر ومخاصمة من هو من خصومهم في سبيل أولئك الكفرة؟ وإن نصحتهم قالوا إنما نشجع اللعبة واللاعبين. واللعب واللاعبين وش الفائدة منه؟ هذا كله من العبث. أنت تشجع العبث، تشجع الهزل، هذا ما يليق بالمؤمن أنه يشجع الهزل والعبث من المسلم، فكيف من الكافر؟ هذا ترهات لا تجوز. نعم.